عازف الجيتار الرائع عزيز إبراهيم. انت عزفت يا بتاع البيانول، وجعت دماغنا. اهلا بيكم، النهاردة هفرجكم على عازف جيتار من الطراز الاول، عزيز ابراهيم. عزيز ابراهيم هو عازف جيتار بريطاني من اصل باكستاني، نشأ في شمال غرب بريطانيا نواحي مانشستر وبولتون والحتت ديت. عزيز ابراهيم بيعمل عروض سولو خاصة بيه هو دلوقتي بعد ما عزف مع فرق عالمية زي ستون روزز وزي اسيا. عزيز في العروض الخاصة ديت بيستخدم كل امكانياته والجيتارات اللي معاه، بيطلع سولو عرض في دماغه هو، بيعرض افكاره هو الموسيقيه. بيستعمل بدلات كتيره في الموضوع دوت، منها بدلات اللوبر. اللوبر زي اللي احنا شرحناه، اللي بيعمل لوب بالحلقه معينه من الجمل الموسيقيه ويبتدي يعزف وراها. في كمان بيستعمل الصدى نفسه بتاع الصوت، يعني من الممكن ما يستعملش الصوت نفسه بس يستعمل صداه ويخلي صداه يتردد، والصدى دوت بيديله خلفية ان هو يقدر يعمل عليه جمل بالحاجات اللي تبقى قدامه ورا. فانت دلوقتي تبقى فاهم ان العرض الموسيقي خلفيات وفي حاجة سولو قدام بتقول حاجة قدام الخلفيات ديت. هو بيعمل الخلفيات ديت باجهزة لوبر واجهزة ريفيرب واجهزة وا، بيطلع بيها امبيانس، يعني زي ما تقول جو او خلفية او صدى للاصوات دي كلها ورا، وهو بيتحرك قدامها بجيتار واحد. فهخليكم تستمتعوا دلوقتي بعرض عزيز ابراهيم عشان تعرف ان الخلق في الفن ملوش حدود، وانك انت ربنا مديلك عقل تقدر تستعمله في انك انت تعمل حاجات جميلة جدا وافكار موسيقية هايلة جدا وبامكانيات مش كبيرة، بس اهم حاجة يبقى عندك الفكر اللي ورا الموضوع ده. هسيبكم مع عزيز ابراهيم.
very much. I don't remember my last song because it was pretty long, but I think it's time. Yeah, that's it. Thank you. ده كان عرض العبقري عزيز إبراهيم، وأتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بيه، وأشوفكم الحلقة الجاية.